وفي إطار مكافحة الإرهاب، كان إعداد خطة عمل تنفيذية لتطبيق ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لذلك كان محور ورشة تفكير نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ورشة عمل سيتم خلالها التركيز على كيفية الوقاية من كل أشكال التطرف وسبل الحد من استقطاب الشباب من قبل التنظيمات المتشددة. وفي انتظار ما ستفرزه هذه الورشة من توصيات، أكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أنها وضعت برنامجا متكاملا للحد من تأثير الخطاب المتشدد على الشباب خاصة بالمناطق الريفية والحدودية. قمنا بتهيئة وأحداث 23 نادي ريفي، وكيف كيف يعني حطينا في المخطط التنموي إن شاء الله 23 نادي ريفي آخر، معناها عندنا 46 نادي ريفي في ظرف المخطط الخماسي. في نفس البرمجة عندنا إن شاء الله 26 دار شباب يتم أحداثها في المناطق الداخلية. في البرنامج الصيفي كيف ما سبقنا وقلنا كانوا حاطين كوتام تاع 39% للمناطق الداخلية والمناطق الريفية. المرصد الوطني للشباب من جهته وفي إطار مشاركته في مكافحة ظاهرة التطرف قام بعمليات صبر آراء متعددة شملت مجموعة من الشباب للتعرف على الأسباب الحقيقية التي تدفع بالشباب إلى الالتحاق بالتنظيمات المتشددة. هناك نظرات أو مقاربات تعتبر أن الأسباب الاجتماعية، الفقر، الجهل إلى غير ذلك هي عوامل الدفع هي اللي تدفع للشباب الانخراط في هذه التيارات. هذه مقاربة مغلوطة، على أهميتها هي مغلوطة، لأنه الشباب التونسي اليوم يمكن ينخرط بنسبة في النسبة اللي تنخرط في هذه التيارات هي ناتجة عن فقدان هوية، عن ضعف في الهوية، ضعف في الانتماء، ضعف في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية. هي جملة من الإجراءات التي تسعى من خلالها وزارة شؤون الشباب والرياضة أن تكون أكثر فاعلية في مكافحة التطرف، معبرة عن انفتاحها على التعاون الدولي للاستفادة من الخبرات الدولية في مكافحة هذه الظاهرة.